بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليه، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأنف بإذن الله عز وجل الكلام عن السيرة النبوية، السيرة بعطر الرحيق المختوم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن التمام، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اليوم مع عنوان جديد في خلال هذه الرحلة مع السيرة النبوية، مبارك فوري عنوان نظرات، نظرة على غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم وأمر بها هي غزوة تبوك. آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك، فكان المصنف يعني المصنف أحسن حينما وضع هذا العنوان بعد انتهاء الغزوات، أو بمعنى صح آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك، وينظر الإنسان كيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يدير هذه المرحلة، مرحلة الصراع بين الحق والباطل، وكيف وضع صلى الله عليه وسلم أسس ومبادئ وقيم لقضية الدفاع عن الدين والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم الناظر يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزواته، يجد أن البعوث اللي أرسلها صلى الله عليه وسلم والسرايا وقيادة والحروب اللي خاضها صلى الله عليه وسلم كان لها أبلغ الأثر في إصلاح البشرية، بل وقيادة البشرية للخير وللصلاح وللتقوى وللعمل الصالح. الناظر في حياة الناس اليوم يجد أن العالم أصبحت لغة الدم والقتل والحروب، ما أصبحت حروب من أجل إصلاح البشرية وإصلاح المجتمعات، لكن أصبحت حروب من أجل مصالح ومن أجل شهوات ومن أجل فرض سيطرة وهيمنة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع بهذه الوسيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل أن يعبد الخلائق لله سبحانه وتعالى، وأن تعود البشرية لله عز وجل، وأن يبسط الأمن والأمان ومحاصرة الفتن ونشر التوحيد ونشر الصلاح والسنة والتقوى والديانة والأخلاق. كانت هذه الحروب تؤدي إلى حالة اقتصادية أفضل وحياة معيشية أيسر، لكن النظر في الحروب الموجودة، يعني مثلا انظر ضحايا الحرب العالمية قتل فيها أكثر من 50 مليون إنسان، انظر للحروب كيف شردت الأمم ومزقت الشعوب، وكيف أحدثت نوع من الفوضى في بلاد الدنيا وفي العالم بأسره. لكن الجهاد الإسلامي
والشريعة الإسلامية هي رحمة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من رحمة. والله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهذا القرآن وبهذه الشريعة ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالغرض من فرض الجهاد ومقاومة الشر والشرور والظلم والجور والفساد في الأرض ليس الغرض التمكن من رقاب الخلق، لكن الغرض لإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. فالجهاد في سبيل الله وسيلة وليست غاية، بل هي وسيلة لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، أن يعبد سبحانه وتعالى دون أن يشرك به شيئا، وأن يبسط الأمن والأمان والسلم في دنيا الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول مبارك فوري: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم قائد عسكري عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم، وأشدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا صلى الله عليه وسلم. كان قائد، وهذا سبب من أسباب رفعة قضية الجهاد في سبيل الله، وهي القيادة الفعالة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قيادة فعالة مؤثرة، قيادة عبقرية، قيادة حكيمة، قيادة تخوض غمار المعارك والحروب من أجل غاية ولهدف، لا كما يفعل البعض اليوم لربما يخوض غمار حروب وهو لا يدري ما الهدف. كان الهدف واضح عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم صاحب عبقرية فذة في هذا الوصف في القيادة العسكرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم سيد الرسل وأعظمهم في هذه الصفة صلى الله عليه وسلم، وكان إمامهم وهو إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وإمام الأتقياء الأنقياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلم يخوض صلى الله عليه وسلم معركة من المعارك إلا وهو يأخذ زمام الحزم والشجاعة، ويأخذ بالتدابير صلى الله عليه وسلم. ما كان يدخل الحروب هكذا والغزوات، لكن كان عنده حزم واضح كما سنوضح، وكان عنده شجاعة صلى الله عليه وسلم وإقدام، وكان عنده تدابير، لم يخوض المعارك بدون تدبير وتخطيط. لذا من كلام أهل العلم قالوا: لا تتكلم بلا تفكير ولا تعمل بلا تدبير. مع أنه رسول من الله عز وجل ويأتيه الوحي، إلا أنه يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، يأخذ بالأسباب. وهذا إن دل يدل على عمق الفهم لهذا الدين ولهذه الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم نجح في تحقيق هذه المهمة الصعبة، وهي تعبيد الخلائق لله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قيل لعدة أمور، وقيل أربعة. من هذه الأمور قيل: قيادة عبقرية وفعالة ومؤثرة، قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، قيادة تعرف الأولويات، عندها إرادة، له نظر في المآلات، كان يمنح الثقة لأتباعه، وكانوا يحبوه ويحبهم صلى الله عليه وسلم، كان يحنو عليهم، يرفق بهم، يعرف مشاكلهم. لذا كان هذا معنى، وكانت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم قيادة حكيمة. الأمر الثاني قيل: جنود مخلصون ومتميزون، صحابة كانوا جنود، كانوا رجال، كان عندهم إخلاص وعندهم تجرد وعندهم تميز في الدفاع عن قضية الإسلام، كان عندهم إخلاص. كان هدف الصحابة ليس الدنيا،
هدف الصحابة مش السيطرة على الدنيا ولا الملك ولا الجاه، لكن هدف الصحابة كانوا يريدون مرضات الله سبحانه وتعالى. لذا كنا نسمع منهم في الحروب وهم يقولون والله لولا الله ما اهتدينا. وكان أحدهم يقال له إن الجنة دون أحد أو دون بدر، فكان ينظر للتمرات ويقول إن عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة بعيدة، ثم يلقي التمرات ويقول هبت رياح الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا نجح صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يدافعون عن قضية عادلة، قضية الإسلام، قضية الدعوة، كانوا يدافعون عن قضية عاشوا لها، عاشوا للإسلام وبالإسلام ومن أجل الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا أردنا أن ننتصر اليوم لابد أن نعيش لهذه القضية، قضية الإسلام، قضية التمكين لشرع الله سبحانه وتعالى في دنيا الناس، وأن نعيش بالإسلام، أن نتمثل ونعيش بالإسلام في دنيا الناس، أن يكون الإسلام في البيوت وفي الواقع وفي الحياة، في الحياة الاجتماعية وفي الحياة السياسية وفي الحياة الاقتصادية وفي الحركة وفي البذل، أن يكون الإسلام في الظاهر والباطن، أن يكون الإسلام في التصرفات. لذا عاش الصحابة لأجل هذه القضية فنجحوا رضي الله عنهم وأرضاهم بقيادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من أسباب انتصار النبي صلى الله عليه وسلم ضعف الأعداء، ضعف الباطل، ضعيف الباطل، ضعيف، والباطل يحمل الهزيمة بين جنباته. لماذا ضعف الباطل؟ لأن الباطل ينظر للدنيا نظرة مادية، والمؤمن مع ضعفه ومع قلة إمكانياته إلا أنه يعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فاستطاع صلى الله عليه وسلم أن يهزم الباطل لأنه لم يغتر بالباطل ولا بزخارف الباطل ولا بقوة الباطل، لكن ما كان منه إلا أن أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم وسعى في تعبيد الخلائق لله عز وجل. الباطل ضعيف مهما جمع من قوة لأنه يحمل ضعفه، والحق قوي مهما اعتلانا من ضعف واستكانة، لأن الحق من عند الله سبحانه وتعالى. فما أحوج المؤمن أن يعيش لهذه القضية، أن يعرف أنه معه حق، وهذا الحق يجب أن ينتصر. لكن كيف ينتصر؟ أن نأخذ بالأسباب وأن نتحرك وأن نسعى، أن نأخذ بالأسباب وأن نتحرك وأن نسعى كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير الصراع ويدير هذه المرحلة بحزم، ويقطع مادة التردد كما في أحد. في أحد كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من داخل المدينة ويتحصن بها، لكن الصحابة وخاصة الشباب منهم أرادوا أن يقابلوا العدو لأنهم لم يشهدوا بدر، وكانوا يريدون أن يقدموا تضحيات من أجل الإسلام. فكان صوت الشباب يريدون الخروج لملاقاة العدو في أحد، فخرج صلى الله عليه وسلم بلا تردد وقطع مادة التردد. فلما خرج قال بعض الصحابة للنبي أكرهناك، أكرهناك في الخروج، فقال ننزل على رأيك. فقال ما ينبغي لنبي بعد أن لبس لأمته أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. وخرج صلى الله عليه وسلم في حزم يقطع التردد. أيضا شجاعة منقطعة النظير. انظر يوم حنين، يوم انهزم الأصحاب ومنهم من فر، فأخذ صلى الله عليه وسلم في شجاعة بلغة، يقول صلى الله عليه وسلم أنا محمد لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، ويدفع البغل في وجه ثقيف وهوازن حتى هزمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر أيضا شجاعة النبي في الخروج إلى حمراء الأسد بعد الهزيمة في أحد، كانت شجاعة بالغة أن يخرج ولا يخرج معه إلا من كان معه بالأمس في أحد. وخرج صلى الله عليه وسلم في شجاعة منقطعة النظير
واستطاع صلى الله عليه وسلم أن يحفظ هيبة المسلمين وأن يحافظ على الحالة النفسية للصحابة بعد الهزيمة في أحد، وكان قرار فيه حزم وفيه شجاعة منه صلى الله عليه وسلم. كذلك التدابير، انظر للتدبير وكيف كان يدبر وكيف كان يحتاط وكيف كان صلى الله عليه وسلم ينظر في مآلات الأمور. انظر في الخندق لما علم أن هناك جيش عرمرم قوامه أكثر من 10,000 مقاتل يريدون المدينة، فأخذ صلى الله عليه وسلم يأخذ بالمكائد والتدابير فحفر الخندق في وقت قياسي، وكانت مفاجأة، كان بسبب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بزمام المبادرة هزم المشركين قبل أن تبدأ المعركة هزيمة نفسية منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا الناظر في غزوات النبي إجمالا، ولك أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 10 سنين أكثر من 127 غزوة وسرية وبعث، أكثر من 127 غزوة أسرية وبعوث كان يرسلها صلى الله عليه وسلم في 10 سنين، يعني بمقدار كل شهر غزوة أو سرية، وكانت بعض الغزوات تأخذ شهر أو 50 يوم. 127 غزوة، فما أعظم بذل الصحابة وما أقل ما نبذل، نسأل الله سبحانه وتعالى الستر لنا ولكم. الرسول صلى الله عليه وسلم في كل معركة من المعارك كان صلى الله عليه وسلم يقدم عليها بحكمة وبروية، وكان يعبئ الجيش، وكان يأخذ الأماكن الاستراتيجية ويحتل المكان الأفضل في مجابهة العدو. يعني كل القادة العسكريين اللي تكلموا عن غزوات النبي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يأخذ بالحكمة في مكان المعركة وفي زمان المعركة وفي وقت المعركة، وكان يختار الموضع الأنسب، وكان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة بالمشورة، وكان يتشاور مع الصحابة، فلو أشاروا عليه بمكان غير المكان ورآه أفضل كان يأخذ به صلى الله عليه وسلم. فكانت قيادة النبي قيادة حكيمة رشيدة فيها تواضع وأخذ بالمشورة صلى الله عليه وسلم. المشورة، كان يشاور الصحابة في الأمر، وكان معهم رفيق هين لين. لم يكن صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فظ غليظ صلى الله عليه وسلم، لكن كان يأخذ الأمور وكان يدرس الأمور صلى الله عليه وسلم ويأخذ أفضل مكان في المعارك. من أجل ذلك كان النصر حليفه في كل المعارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في إدارة المعركة ودفة القتال كان الأفضل وأفضل قائد عسكري عرفته البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان في مواطن الشدة يثبت ويثبت الناس. يقول علي بن أبي طالب كان إذا احتمى الوطيس كنا نحتمي برسول الله. كان إذا اشتد الوطيس وحمى الوطيس كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مقدام صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل كان النبي يتعامل مع الأمور المفاجئة في خضم المعارك بثبات ورباطة جأش وحكمة وثبات انفعالي لا يعرف له نظير. انظر في أحد، في غزوة أحد لما كان ما كان، وكان الخطأ لم يكن الخطأ في الترتيب ولا في التكتيك ولا في أخذ الموطن المهم، لكن كان الخطأ في تنفيذ الخطة من بعض الصحابة، فلما نزلوا اختلطت الأمور وأصبح الأمر صعب، وأشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فانحاز للجبل وصعد عليه ولم يتكلم، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة حتى استطاع أن يخرج في غزوة أحد
بأقل خسائر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واستطاع أن يدير هذه الفترة العصيبة برباط الجأش وبحكمة وببعد نظر، وفي اليوم التالي للغزوة خرج لحمراء الأسد صلى الله عليه وسلم وجمع الأصحاب. وقيل الخروج لحمراء الأسد أفقد قريش انتصار أحد، وهذا كان تدبير منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واشترط على الصحابة: لا يخرج معي إلا من قد خرج. فخرج الصحابة جنود كلهم إخلاص، كلهم يقين، كلهم حب بالإسلام، في بيت من بيوت الأنصار. اثنين أصيبوا في الغزوة، غزوة أحد، إصابات بليغة وجروح وأثخنتهم الجراح، فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من خرج معه بالأمس أن يخرج اليوم إلى حمراء الأسد، فكانوا داخل البيت، الأول أثخنته الجراح والثاني كذلك، فيقول الأول للثاني: كيف نخرج وقد أثخنتنا الجراح؟ فقال الثاني: بل كيف نتخلف عن رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فخرجوا في ثبات عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يجمع الناس، وكان يؤلف بين قلوبهم. وانظر إلى أم عمارة مثلا، وانظر إلى النساء، كيف كانت المرأة تؤيد النبي صلى الله عليه وسلم في قراراته. علم الناس في أحد مقتل 70 من الصحابة، فخرجت امرأة مات زوجها وأبوها وابنها، فخرجت تقابل الناس وهم رجوع من أحد، فكانت المرأة فأول فوج قابلها قالوا لها: مات ولدك، فقالت: ما فعل صلى الله عليه وسلم. فقابلت الفوج الثاني فقالوا لها: مات أبوك، فقالت: وماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ ففي المرة الثالثة قالوا لها: مات زوجك، فقالت: وما بال رسول الله؟ فأتى صلى الله عليه وسلم يركب الناقة، فأخذت العجوز بخطام الناقة وقالت: أما إني ما دمت قد رأيتك قد استشويت المصيبة يا رسول الله رضي الله عنها وأرضاها. انظر كيف كان يجمع القلوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا انظر في حسن التصرف في غزوة حنين، يوم انصرف عنه الأصحاب وتركوه، ولم يبق مع رسول الله إلا قلة قليلة منهم العباس وأبا سفيان بن الحارث ومجموعة من صحابة رسول الله، فأخذ يدفع البغلة في وجه العدو. لو كان قائد غير رسول الله لاضطرب وفكر في الفرار وفكر في نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فكر إلا في نصرة هذه القضية، وأخذ يقول: أنا محمد لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وكيف واجه الأمر بثبات، ثبات منقطع النظير، وكيف جمع الصحابة وأخذ يقول: يا عباس نادي على القوم، فأخذ العباس ينادي على أهل الشجرة وعلى الأنصار وعلى المهاجرين وينادي عليهم، فأخذوا يعطفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد تلو الآخر، حتى هزم ثقيف صلى الله عليه وسلم وهوازن، وخرج من هذه المعركة منتصر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من نواحي أخرى، ثمرات الجهاد وثمرات هذه الغزوات. في بعض الأحيان الإنسان ممكن يدخل معركة لكن وينتصر فيها لكن لا يحقق ثمرة، أو من الممكن الإنسان يخوض معارك بلا ثمار ويخوض حروب بلا نتائج، لكن انظر لنتائج غزوات النبي، نتائج كانت كبيرة. انظر لهذه المعاني اللي استطاع صلى الله عليه وسلم أن يجمعها أو يجمع هذه النتائج الطيبة والثمار اليانعة. من هذه الثمار استطاع صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوات أن يفرض الأمن والأمان على الجزيرة. دائما الحروب تولد نوع من أنواع الفوضى والدمار والخراب، لكن النبي بهذه الغزوات استطاع صلى الله عليه وسلم أن يفرض الأمن والأمان، وبسط السلام صلى الله عليه وسلم، وأطفأ نار الفتنة،
نار الفتن أطفأها صلى الله عليه وسلم، وكسر شوكة الأعداء في الصراع الإسلامي الوثني، استطاع أن يكسر شوكة العدو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وألجأهم إلى المصالحة وإلى المهادنة، وخلوا السبيل أمام النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة إلى الله. إذ أن الغرض من الجهاد تحقيق العبودية ونشر الدعوة في سبيل الله، فلم يكن الغرض من الجهاد التشفي والقتل كما يفعل بعض الجهل اليوم من هؤلاء أصحاب التيارات الجهادية كداعش ومن على شاكلة هؤلاء. لم يكن الغرض الجهاد التحريق والانتقام والتشفي وأن يفعلوا هذه الأفاعيل، لكن كان غرض النبي من الجهاد بسط الأمن والأمان وفرض السلم، وكان إطفاء نار الفتن وكسر شوكة العدو، وألجأهم للصلح كما في الحديبية، وخلوا السبيل بينه وبين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل أنزل الله على نبيه بعد صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان عمر يقول: أو فتح هو؟ أي فتح؟ أي فتح في هذا الصلح؟ النبي لم يدخل مكة ولم يطوف بالبيت، وكانت الشروط مجحفة كما وضحنا قبل ذلك، لكن أنزل الله على نبيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هذا الفتح؟ الفتح كان النبي يقول: خلوا بيني وبين الناس، أن يأتي الناس لرسول الله يسمعوا الإسلام ورسالة الإسلام. هل ما يحدث اليوم في ليبيا مثلا أو في سوريا، هل هذا يؤدي إلى أن الإسلام، أن الغرب يسمعون للإسلام؟ شاب برازيلي مسلم يقول: كنت أدعو أبي وأمي وأسرتي للإسلام، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من الدخول فيه. ثم بعد الحادث الأخير اللي كان في ليبيا، مقتل 20 نصراني في ليبيا، يقول: اتصلت بهم لأكمل معهم الدعوة، فقالت لي أمي: الإسلام وحش، الإسلام دم، نحن لا نسلم أبدا، وأغلقوا كل السبل أمامي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لأنها، هل هذه صورة الإسلام؟ هل الإسلام يدعو لذلك؟ لكن هذا من العبث. لكن الجهاد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمانه وفي زمان أهل العلم وأهل الديانة والتقوى، كان الجهاد الغرض منه بسط الأمن والأمان ونشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل من نتائج هذه الغزوات، استطاع صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين من كان معه، من المخلص ومن المحب ومن عنده خصال نفاق، فاستطاع أن يفرق بين الصحابة وبين المخلص منهم والصادق في إسلامه، وبين المنافق الذي دخل في الإسلام رغبة في منصب أو جاه أو سمعة، كأبي بن سلول ومن على شاكلته. استطاع صلى الله عليه وسلم في الغزوات أن يعرف من هؤلاء، وما كما كان في غزوة بني المصطلق لما عاد صلى الله عليه وسلم لغزوة ذات الرقاع، أو غزوة بني المصطلق كما يسميها البعض. ماذا قال ابن سلول؟ قال ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فوقف ابنه عبد الله بن أبي بن سلول، وقف على باب المدينة وأقسم بالله لأبي بن كعب، أقسم له: لا تدخل، لأبي بن سلول: لا تدخل حتى يأذن لك صلى الله عليه وسلم. انظر، أقسم لأبوه: لا تدخل المدينة حتى يأذن لك العزيز. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد أن تقتله فأمرني بقتله. انظر، الشاب يريد أن يقتل أباه من أجل الإسلام. انظر لهذا الفهم، ظهرت معدن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الجهاد وفي حب الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم خصال المنافقين وغدرهم وكيدهم، كما أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، وهموا بما لم ينالوا
لكن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بنصر منه سبحانه وتعالى. فرق صلى الله عليه وسلم بين من المخلص والصادق ومن محب للإسلام وبين المنافق الذين يريدون الغدر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد استطاع صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم ثمار الغزوات التي ذكرنا، بدر، أحد، الخندق، فتح مكة، الحديبية، تبوك، حنين، مؤتة، كل هذه الغزوات استطاع صلى الله عليه وسلم أن يخرج طائفة من القادة ومن الفرسان. وانظر إلى حجم القادة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر خالد بن الوليد، أبو سفيان بن حرب، انظر مثلا عكرمة بن أبي جهل، عبد الرحمن بن عوف، أبو موسى الأشعري، أبو عبيد عامر بن الجراح، عكرمة، معاوية، انظر لحجم القادة بجوار النبي. لذا قالوا إذا أردت أن تعرف قوة القائد فانظر من أتباعه ومن جنوده. وهذه نهديها لكل مربي يقوم على تربية النشء، قوة المربي بقوة من معه في الدعوة. وإلا اليوم أصبحنا نستشعر لربما أصبح الإنسان يريد أن يكون البطل الأوحد والنجم الأوحد في العمل، والصحيح أن الإنسان القائد الفذ الناجح يستطيع أن يبرز بجواره نجوم يهتدي بهم الناس في هذه الظلمات، ظلمات الفتن. استطاع صلى الله عليه وسلم أن يبرز بجواره قادة في جميع المجالات، سواء كانوا قادة في العلم أو في الدعوة أو في الجهاد أو في المناظرة. استطاع صلى الله عليه وسلم أن يترك مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا هم بعد ذلك فرسان للمعارك في وجه الروم وفي وجه الفرس، واستطاعوا أن يدخلوا كل الميادين، واستطاعوا أن يقهروا حضارة الفرس والروم بعد ذلك ببركة تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القادة. وهنا إضافة نقولها للبعض، في زمن الشدائد والفتن لا تنقطع التربية، في زمن الغزو والجهاد والفتن النبي لم ينقطع عن التربية. والبعض يريد أن يربي في جو بلا مشاكل أو بلا مهاترات، بل نقول من أعظم الأوقات اللي تستغل في التربية أزمنة الفتن والشدائد، وهذه تسمى عند العلماء التربية بالأحداث والتربية بالواقع. وإلا من أين أن يعرف الناس الشريعة؟ ومن أين أن يعرف الناس المنهج السلفي أو المنهج الصحيح في الفهم للإسلام؟ من أين أن يعرف الناس إلا بالتربية بالأحداث وبالمواقف؟ لذا هذا الوقت اللي تحياه الأمة اليوم وقت من أوقات التربية، وأن نربي الناس على معاني الشريعة والالتزام بها، لأن هذه الأوقات إن لم نربي الشباب سوف يسيطر الهوى ويدخل الهوى، والهوى قد استحكم من المعركة، الهوى اليوم موجود. فأصبح البعض يحب ويبغض بالعاطفة، وأصبح البعض ينكر ويقبل بالهوى وبالمصالح الضيقة وبالعلاقة. هو يحب فلان إذن كل ما يقوله فلان صحيح، ويبغض فلان إذن كل ما يقوله فلان خطأ. وهذا والله من التحزب المذموم في دين الله سبحانه وتعالى. فنحن لسنا أتباع لأحد، نحن أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي زمن الفتن النبي رب الصحابة على المنهج واتباع المنهج وتعظيم الدليل وتعظيم الحرمات، كما كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان هذا ديدنه في تربية الصحابة صلى الله عليه وسلم. استطاع هؤلاء القادة، قادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بالانتصار على الفرس والروم بعد ذلك، بل وأخرجوهم من ديارهم وأجلوهم، إما دخلوا في دين الله وإما فروا في الجبال خوفا من جيوش النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانوا إذا رأوا جيش خالد كان أهل الشرك والوثنيين يقولون جاءكم خالد والخميس،
خالد هو قائد الجيش، والخميس هو اسم جيش النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا استطاع صلى الله عليه وسلم في خضم هذه الغزوات أن يوفر، وإلا رقعة الدولة الإسلامية كانت تزداد يوم بعد يوم، وكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا يوم بعد يوم. فلم نسمع أن موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم أزمة سكان أو أزمة اقتصادية أو أزمة مالية، بل كان صلى الله عليه وسلم يوفر السكنة لهؤلاء الجدد، ويوفر لهم الأرض والحرفة والمشاغل رضي الله عنهم وأرضاهم، كان يوفر لهم. تخيل مثلا بعد دخول ثقيف الإسلام وهوازن، كم دخل من الناس؟ كان النبي يدبر لهم الشؤون صلى الله عليه وسلم، ويرعاهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان النبي يحتضن هؤلاء الفقراء في المسجد أهل الصفة، وكان يطعمهم ويكسوهم ويعلمهم ويفقههم في الدين، واستخدمهم. لم يكن هناك بطالة على عهد رسول الله، لكن كانوا يعملون وكانوا يجتهدون وكانوا يكدون من أجل الإسلام ومن أجل حياة كريمة وأفضل. واستطاع صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم السكنة بالمتاح والممكن والميسر، ثم بعد ذلك استخدم هؤلاء في الجهاد. فلم يكن في الإسلام رهبانية ولا تصوف ولا انقطاع في المساجد، بل كانوا فرسان بالنهار رهبان بالليل رضي الله عنهم وأرضاهم. واستطاع صلى الله عليه وسلم، وانت تنظر للجيش النبي، يعني الجيش جيش الرسول بدأ ب300 صحابي، كانت غزوة بدر صح؟ في تبوك كان عدد الجيش 30,000 مقاتل في 10 سنين. الجيش بدأ ب317 أهل بدر، وصل الجيش في تبوك ل30,000 مقاتل، وكان الجيش يوم بعد يوم يتطور. ولم يكن الجيش في حروبه يعتمد أسلوب واحد للحروب، بل كان يعتمد أكثر من أسلوب، مرة أسلوب المباغتة، ومرة أسلوب يخندق، ومرة أسلوب المباغتة يباغت العدو كما فعل في فتح مكة، ومرة كان يعسكر لهم، ومرة كان يواجههم في صحراء. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يستخدم أسلوب واحد، بل كانت أساليب. بل ازدادت رقعة الدولة وحج النبي حجة الوداع، كما سنوضح عدد الصحابة قيل كانوا أكثر من 140,000 صحابي، كلهم يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم 140,000 ذهبوا حج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفر للصحابة السلاح والكرع، الأمور الدواب لتحملهم، والعداد والعتاد والنفقة. بل ومع هذا كله لم يظلم صلى الله عليه وسلم، ولم يطغى، ولم لا ظلم ولا طغيان ولا بغي ولا عدوان على عباد الله صلى الله عليه وسلم، بل كان مرة يسوي الصفوف صلى الله عليه وسلم، وكان هناك صحابي بادي في الصف متقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نخسه في بطنه وقال له عد للصف، فقال الصحابي أوجعتني يا رسول الله، القصاص القصاص. انظر، يقول النبي القصاص القصاص، فقال له النبي اقتص، فقال ضربتني على بطني وبطني حاسرة بلا ملابس، فحسر النبي عن بطنه صلى الله عليه وسلم، وأخذ الصحابي يقبل بطن رسول الله، فقال له النبي ما حملك على ما فعلت؟ قال رأيت العدو قد حضر، وكنت أريد أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يلامس جسدي جسدك يا نبي الله. انظر هذه معاني كانت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يداعب الصحابة. دخل للسوق فوجد صحابي، فأخذ النبي أتاه من خلفه فوضع يديه على عينيه، وأخذ النبي فأخذ الصحابي يقول دعني من أنت، دعني من أنت،
فأخذ النبي يقول: من يشتري مني هذا العبد؟ فعلم الصحابي أن ذلك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ يمسح ظهره في بطن رسول الله فيقول: وتجدني كاسد يا رسول الله، أي لا قيمة لي؟ فيقول: لا والله، بل أنت عند الله ليس بكاسد، صلى الله عليه وسلم. فكان معهم وكان يتعايش معهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، لا ظلم ولا طغيان ولا عداوة ولا بغضاء، كان يديرهم وكانوا يحبهم ويحبوه. وكان صلى الله عليه حتى إذا تكلم معهم كانوا يعرفون الرفق من عينيه صلى الله عليه وسلم واللين، وكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من أعظم ثمار الغزوات، الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يغير أغراض الحروب. الحروب قديما كان لها أهداف: سطو، قتل، سهب، سلب، نهب، ظلم. لكن النبي جعل هدف المعارك والغزوات على خلاف ما كانت الجاهلية. في الجاهلية كانت الحروب في الجاهلية تقوم على كلمة أو بيت شعر أو واحد يكسع واحد في سوق يضربه، كانت تجيش الجيوش وتسيل الدماء بسبب كلمة أو بيت شعر أو امرأة، كانت هكذا عندهم في الجاهلية. وكانت الحروب تقوم على النهب والسلب والقتل والإغارة والظلم والبغي والعدوان وأخذ الثأر والفوز بالمقدمة والوتر، هكذا كان شأنهم. وكانت الحروب تثمر ضعف وتخريب عمران وتدمير للأبنية وهتك لحرمات النساء والقسوة على الضعفاء والولدان والصبيان وإهلاك الحرث والنسل والعبث والفساد في الأرض، هكذا كانت حروب الجاهلية. لكن جهاد النبي وغزواته كانت من أجل تحقيق أهداف نبيلة وأغراض سامية وغايات محمودة يحمدها كل من يعيش في الواقع. كانت الحروب، حروب النبي وجهاده وغزواته، كلها لأهداف، ألا وهي تحقيق العبودية. بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم للحروب أسلوب جديد، فكان لا يغير على أحد ليلا صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أراد أن يقاتل قوم ينذرهم ثلاثة ويخيرهم بين الجزية، بين الإسلام أو الجزية أو الحرب صلى الله عليه وسلم، هكذا كان فعله. ومن ذلك فهم الصحابة ذلك لما أغار بعض جند المسلمين على 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 أناس ليلا وقتلوا فيهم، فأرسلوا لقائد المسلمين: قد علمناكم يا معشر المسلمين لا تقاتلوا أحد حتى تنذره ثلاثا، هكذا كان الناس على عهد رسول الله، فما لكم اليوم تفعلون بخلاف ما كان يفعل. فلما بلغ الأمر لقائد المسلمين أمر أمرهم أمر الجيش أن يتركوا كل ما غنموا وكل ما أخذوا، وأن يتركوا القرية وأن يذهبوا بعيدا عنها، ودفعوا الديات، ثم أنذروهم: نقاتلكم بعد ثلاث، فما كان من أهل هذه القرية إلا دخلوا في دين الله أفواجها. علموا ما معنى الجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم. استطاع صلى الله عليه وسلم بالجهاد أن يرفع الظلم عن الناس والقهر، بل الجهاد الإسلامي وغزوات النبي والجهاد الإسلامي بعد ذلك كانت تعتبر القوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، القوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له، هكذا كان ديدنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في حروبه وفي غزواته كان يطهر الأرض من الغدر والخيانة والإثم والعدوان، وكان يبسط السلام والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمروءات صلى الله عليه وسلم. هذا كان فعله، وهذا كان متى؟ كان بعدما تمكن صلى الله عليه وسلم
وأصبح له جيش. لأن البعض اليوم ممكن يقول لك طب ما تعملوا كده، نقول لك وهل لنا قوة نستطيع؟ أم أن البعض اليوم يذعر الناس على أهل الإسلام، يذعرهم علينا؟ وهل هذه الأحداث التي تحدث في بلاد المسلمين أليس هذا إذعار للغرب على المسلمين في أوروبا؟ أليس هذا أليس أحداث الحادي من سبتمبر 11 سبتمبر 2001 ألم تكن سببا من أسباب غزو العراق وضياع العراق السنية وضياع أفغانستان؟ هل في ذلك حكمة عند هؤلاء؟ نحن نقول الجهاد مشروع، لكن الجهاد له أسس ومبادئ وقيم وله أصول وله طريقة، كما أن الصلاة لها شروط وواجبات وأركان، كذلك الجهاد له شروطه وله أركانه وله واجباته. هكذا عند أهل العلم الأمر ليس هكذا على عوانه، بل الأمر لابد من مراعاة الشريعة في هذه الأمور كما سنوضح بعد قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم في الحروب قواعد جديدة ومنافسة شريفة. كان صلى الله عليه وسلم يتنافس مع خصومه الوثنيين أو أهل الكتاب، لكن خصومة وصراع شريف، لم يكن تنافس غير شريف. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيش أو سرية كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا فانيا في صومعته ولا تقتلوا شيخا كبير ولا امرأة ولا طفل ولا تحرقوا. هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، كان ينهى عن المثل صلى الله عليه وسلم، ينهى. لما رأى حمزة قد مثل به وقطعوا أنف حمزة وأخرجوا كبد حمزة، نهى صلى الله عليه وسلم عن المثل، التمثيل بجثث القتلى، كما حدث مع معاذ الكساسبة، الحرق، وكما يفعل الغرب. والغرب أيضا هم سبب في إيجاد هذا النوع من الحقد عند بعض الشباب المسلم في التيارات الجهادية، لأنهم حرقوا الناس كما فعلوا في سجون العراق وأبو غريب، وكما فعلوا مع المسلمين في جوانتانامو، وكما فعلوا مع قادة الجهاد الإسلامي. ألم يضعوا ويدفنوا أسامة بن لادن في الحرب في البحر؟ ألم يفعلوا ذلك هم؟ لأنهم هم لا قيمة لهم. الغرب لا يعرف إلا لغة القوة، لا قيمة عند الغرب، والغرب سبب من أسباب إيجاد هذا النوع من أنواع الصراع الدائر في بلاد العرب، حتى نكون منصفين. لكن نحن أمرنا بالالتزام بالشريعة، نحن من عصى الله فينا يجب أن نتقي الله فيه، حتى من عصى الله فينا يجب أن نتقي الله فيه. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وكان صلى الله عليه وسلم في الغزو يأمر الصحابة، يقول لهم: يسروا ولا تعسروا، سكنوا ولا تنفروا. صلى الله عليه وسلم، الصحابة كان جهادهم رحمة رضي الله عنهم وارضاهم. وكان صلى الله عليه وسلم من ضمن القواعد كان لا يغير على قوم حتى يصبحوا، لا يغير على أحد ليلا. ونهى صلى الله عليه وسلم أشد النهي عن التحريق بالنار، نهى عن التحريق بالنار صلى الله عليه وسلم، ونهى عن قتل الصبيان وقتل النساء وضرب النساء، ونهى عن النهب، حتى أنه قال: النهب ليس بأحل من الميتة. كان ينهى عن النهب والاختلاس، ونهى صلى الله عليه وسلم عن إهلاك الحرث والنسل وقطع الأشجار. قطع الأشجار لم يأمر به النبي إلا إذا اشتدت الحاجة إليه، إذا اشتدت الحاجة وأصبحت هناك مفسدة
تعوق الجهاد كان يأمر بقطع الأشجار صلى الله عليه وسلم، لكن كان ينهى عن قطع الأشجار صلى الله عليه وسلم في الغزو إلا إذا دعت الحاجة لذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم انظروا لما دخل مكة منتصرا، فتح مكة ودخل يصلي في الكعبة ركعتين، ولما خرج من الكعبة صلى الله عليه وسلم ومسك بحلقتي الباب فوقف، فوجد قريش قد ملأت الحرم، كفار قريش قد ملأوا الحرم وأخذوا ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم، وينظر إليهم ويقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنوا أني فاعل بكم؟ فقالوا: ابن أخا كريم، أخا كريم وابن أخا كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلى الله عليه وسلم. ولما أتاه رجل كان النبي قد أهدر دمه، النبي يقول: من وجده متعلق بأستار الكعبة فليقتل. فأتى الرجل واقتحم ودخل على رسول الله يطلب العفو منه، فأخذ النبي ينظر لأصحابه: عسى أن يقوم رجل منهم أن يقتل. لكن أخذ الرجل يلح، والصحابة لم يفطن منهم أحد، لأنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويسب وكان يفعل الأفاعيل. فنظر صلى الله عليه وسلم للصحابة فلم يقم منهم أحد، فأعطاه الأمان صلى الله عليه وسلم وأمنه. فلما خرج فقال للصحابة: أما قام منكم رجل يضرب عنقه؟ فقالوا للنبي: هلا أومأت إلينا بعينك، يعني أشرت لنا بعينك. فقال: ما ينبغي لنبي أن تأخذه خائنة الأعين. صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، انظر للانضباط، لا غمز ولا لمز. يقول: ما ينبغي لنبي أن تأخذه خائنة الأعين. صلى الله عليه وسلم. فأيضا من هذه القواعد أمضى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة كانت عند العرب، ألا وهي منع قتل السفراء، السفير ورسول القوم لا يقتل. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأقره، كانت الرسل لا تقتل، السفراء يعني، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح اليوم في الواقع هناك من يقتل السفراء، والدبلوماسيين يأخذون نفس الحكم اليوم، الدبلوماسي يأخذ نفس الحكم. ومن دخل لبلاد المسلمين بعقد أمان، واحد كافر دخل بلاد العرب، دخل مصر سياحة بعقد أمان، لا يجوز قتله، لأنه دخل به بعقد أمان. وكذلك من دخل من أهل الإسلام بلاد الغرب بعقد أمان، إيش عقد الأمان؟ لتأشيرة الدخول، هذا تسمى عقد أمان، لا يجوز له أن يفسد وأن يخرب. وهؤلاء المصريين اللي دخلوا ليبيا بعقد أمان وتأشيرة من المنفذ، فلا يصح قتلهم بهذه الطريقة، ولا حتى لو كانوا نصارى لا يصح قتلهم والتشهير. هذه الشريعة الإسلامية اليوم، الناس تجهل هذه الأحكام. طب الحل إن إحنا لابد من إظهار هذه الأحكام للناس، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب، ويهدد من يهدد. لأن هؤلاء الجهادين والتكفيريين يهددون، يقول لك إحنا حنفجركم، حنصيب منكم دم، يقولون هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل السفراء، ونهى أشد النهي عن قتل المعاهدين. واحد معاهد أهل الذمة له عهد، نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل المعاهد، بل قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يقتل واحد معاهد لم يرح رائحة الجنة، ورائحة الجنة تشم من 40 سنة أو 40 عام، لم يرح رائحة الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم نقى
الجهاد من كل أدران الشرك ومن كل أدران الجاهلية، وجعل الجهاد لله سبحانه وتعالى. هذه كانت نظرة على غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عنوان آخر حتى ننتهي منه، يعني حجة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة 9، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك. الرسول صلى الله عليه وسلم حج سنة 10 لحجة الوداع، الحجة وحيدة حجها صلى الله عليه وسلم. في سنة 9 أرسل صلى الله عليه وسلم الصديق بالحج للناس ليعلم الناس المناسك. وهذه تظهر قيمة من الصديق، وكأنها إشارة على استخلاف من الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هل الصحابة ما حجوش إلى سنة 9؟ لا، سنة 8 أرسل صلى الله عليه وسلم مجموعة حجت بقيادة عتاب ابن أسيد رضي الله عنه، ذهب في سنة 8 فحج وكان معه مجموعة وطافوا بالبيت. لكن العلماء تكلموا، ماذا قالوا؟ قالوا لم يكن هناك تميز بين المشركين وبين من؟ وبين المسلمين، كان فيه اختلاط. فأراد صلى الله عليه وسلم سنة 9 أن يذهب للحج، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع في هذا العام، وعلل بذلك، قال صلى الله عليه وسلم إنه يحضر للبيت عراه مشركون يطوفون بالبيت، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. المشركين كانوا بيطوفوا بالبيت عراه، عراه كما ولدتهم أمهاتهم. طيب ليه بيطوفوا عراه؟ يقولوا هذه الملابس عصينا الله عز وجل فيها، فلا يصح أن نطوف بالبيت فيها. كانوا هكذا، وكانوا يلبون، المشركين كانوا يلبون، كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في عام 9 وأرسل الصديق. وقيل أن عام 9 كان بمثابة التوطئة لحجة الوداع منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان بمثابة التوطئة والتهيئة لحج النبي في العام القادم. انطلق الصديق رضي الله عنه وأرضاه أميرا على الحج، وخطبهم، خطب الناس في الحج قبل التروية ويوم عرفة ويوم النحر، وكان يبين للناس مناسكهم ووقوفهم وإفاضتهم ونحرهم رضي الله عنه وأرضاه. وهذه كلها تدلل على مكانة من؟ أبو بكر. كان كل القادم من هنا، حتى نختم خلاص، احنا فضلنا 3 دروس بالكثير يعني، نختم كل فيها إشارة على من؟ على تقديم من؟ أبو بكر لخلافة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انطلق الصديق رضي الله عنه وارضاه، قيل حتى نزل بذي حليفة، ميقات أهل المدينة اللي هو يسمى الآن أبيار علي. فأرسل صلى الله عليه وسلم في أثره علي بن أبي طالب، وكان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء صدر سورة براءة نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانطلق علي فأدرك الصديق، فأدركه، فلما أدركه قال أبو بكر له، انظر لأدب الصحابة، ما كانوا يتنافسون على دنيا. فقال له الصديق: أمير أم مأمور؟ يقول لمن؟ لعلي: أنت أمير ولا مأمور؟ علي أتى يركب العظباء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال له الصديق: أمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. بل إيه؟ وهذه تدلل على مكانة من؟ مكانة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم مضى وبدأ الصديق رضي الله عنه وأرضاه يحج بالناس،
ويخطبهم يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية، ويعرفهم إفاضتهم ونحرهم وموقفهم رضي الله عنه، ويرمي بهم الجمرات رضي الله عنه وأرضاه. إلا أن النبي أرسل علي لمهمة، لأن الشيعة والرافضة يستدلون بهذا الموقف على تقديم علي على من؟ والصحيح أن هذا الموقف يحسب للصديق في الفضل وليس لمن؟ لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وكلهم أصحاب فضل وشرف ومكانة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان الصديق ينتهي من الموقف فيأتي علي ويتلو على الناس مقدمة سورة براءة، ثم يقول علي: النبي صلى الله عليه وسلم يأمر، يقول النبي يأمر بأربع: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، يقول لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ولا يحج بعد العام مشرك صلى الله عليه وسلم. علي يقول، النبي بيقول، يقول لكم لا يدخل الجنة إلا مؤمن، يعني مسلم، هذا أمر. الأمر الثاني: لا يطوف بالبيت عريان، فيش حد عريان بعد اليوم يطوف بالبيت، ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدته. طيب اللي ما كانش بيني وبين النبي عهد، النبي أجله أربعة أشهر، والنبي يقول بعد أربعة أشهر حيغزوه، إما جهاد إما يسلم وإما يدفع الجزية وإما جهاد ضده في سبيل الله. طيب من كان له عهد مع رسول الله ولم ينقض العهد وله مدة، فالنبي يفي له بالمدة. وذهب ابن القيم إن العهد مع الكفار يجب أن يكون لمدة، بمعنى ما ينفعش يكون عهد مؤبد بين الكفار وبين المسلمين. يقول لك السلام الدائم المؤبد، لا، ما فيش حسب سلام دائم مؤبد، في عهد لمدة، قيل هذه المدة 10 سنين كمدة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وقيل، والقول الثاني هو الأقوى، قيل لازم أن تكون مدة محددة حتى لو 100 عام، بس تكون الشرط إيه؟ مدة محددة، 10 سنين، لو 100 سنة محددة يدخل تحت قواعد الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصديق ينتهي، يأتي علي رضي الله عنه وارضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج بعد العام مشرك. طيب المشركين امتثلوا ولا لا؟ امتثلوا ولا لا؟ امتثلوا. طيب لو كان النبي قال هذا الكلام في فتح مكة كان حيمتثلوا ولا تحصل ثورة؟ إذن ممكن يؤخر بعض الأمر، يؤخر بعض الشيء لمراعاة المصلحة، وإيه؟ مراعاة إيه؟ مصالح المفاسد. فأخر حتى تمكن، ثم قال لا يحج بهذا بعد هذا العام مشرك. وقيل بهذا الخطاب من علي النبي أو أبطل الوثنية، أبطلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى الإسلام، وأنهى النبي الوثنية في جزيرة العرب. أما القبائل بعد كلام النبي ارتبكت وخافت، فما كان من القبائل إلا أن بدأوا يرسلون وفودا، وفد تلو الآخر لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما يعطي النبي الجزية وإما يدخلون في الإسلام، وهذا ما سنتحدث فيه في المرة القادمة تحت عنوان عام الوفود. أتى للنبي قيل أكثر من 100 وفد، لكن سوف نتكلم عن أشهر الوفود إشارة، ثم نقف مع وفد أو وفدين لنأخذ منها العبر والعظة لكثرة الوفود المذكورة. فكانت الوفود تأتي للنبي، الوفد يأتي تلو الوفد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنهم يعطوه الجزية عن يد وهم صاغرون،
وإما أنهم يأتون مسلمين مؤمنين، فكان النبي يقبل منهم صلى الله عليه وسلم ويولي منهم عليهم حتى انتشر الإسلام وعلى حكم الله سبحانه وتعالى في الجزيرة العربية. هذا ما سنتحدث عنه المرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.